متشابهة في عناصر كثيرة. متشابهة في التركيب وكذلك في الجينوم تقريبا متشابه. فبالتالي المعلومات اللي متوفرة معلومات كافية، ولكن هناك خبايا لهذا الفيروس إلى الآن لا نعلمها، والفيروس تحت الدراسة من اسمه فيروس كورونا المستجد. جميل، بس دكتور متى يبدأ فيروس كورونا يأثر على الجهاز التنفسي؟ يأثر بعد فترة الحضانة، فترة الحضانة بالمعدل من يوم إلى 14 يوم، المتوسط 5 أيام. هو الفيروس يستهدف الجهاز التنفسي خصوصا العلوي والسفلي، السفلي أكثر بسبب وجود مستقبلات الفيروس اللي هي الACE2، هذه المستقبلات اللي تستقبل الفيروس. عادة تظهر الأعراض بعد اليوم 14. جميل. في أغلب المرضى أو الأغلب المصابين. بس دكتور في بعض الأشخاص قاعد يقولون ممكن أن الشخص يكون معه فيروس كورونا بنفس الوقت وهو ما قاعد يحس بهذا الشعور. صحيح. شلون كذي؟ في نسبة كبيرة من المصابين لا تظهر عليهم الأعراض لأي سبب، من لين ما يروح الفيروس منه. لين ما يروح الفيروس منه هو ما يدري أنه حاش الفيروس أساسا. هني هذا طبعا في مشكلة، أن هذا ممكن يكون بؤرة لنشر الفيروس وهو ما يدري. يمسك مثلا يعطس بيدة ولا غيره، ويمسك أسطح ملوثة والناس غيره ويملسون الأسطح هذه.